حبيباتي احبائي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غادي نقدم معكم هنايا في هذا الفيديو بريوات، يا اما المهم هاد لافارس، يا اما نديروها في لانام يا اما نديروها في البريوات. في بالنسبه للورقه على حسب، المهم لافارس هي المهمه. عندي هنا شويه كوكا ديال الكفته، انا هذه تقريبا 20 درهم. عندي شي شويه ديال الملحه هنايا، عندي هنا مليحه، شي شويه الابزار وشويه الحرور، الهريسه مطحونه، شويه الكمون، شويه التحميره وشويه ديال الربع. وعندي هنايا نشعل عليها دابا، عندي هنا الفيرميسيل، الفيرميسيل ديال الروز ديال الدراغون هي المزيانه، ها هي دي ما كتعجنش والو، الاخرى ولات كتعجن. هذه هاد الدجاجيه كتكون هكا يا مزيانه، ما كتعجن ما والو. فوالا انا قطعتها، درتها في الماء الطايب، صفيتها وقطعتها هكذا بالمقياس. عندي هنا زويتنات، زويتنات ديال الدار اللي هما هادو، قطعتهم غير من باب الدار شجيره. انا مراكش راه كلشي في وقيته الزيتون، كلشي مطلب زياتن، هز ورقد، ما كاينش اللي يقول لك شي كلمه، ما كاينش الدار اللي ما دايرهاش الجيره ديال الزيت. هذا ديال الدار دونك ها هو هذا. وعندي هنا ليمون الدق حتى هويا، هذا الحامض المسير كنديروا منه شويه، هذا راه ليمون الدق، داك الحامض الصغير هذا الا كان بهذا اللون هو اللي كنديروه، فكيجي زوين مع طنجيه، هذا اللون الغامق هذا، وكيعطي واحد النكهه، حيت هذا الليمون الدق فيه واحد النكهه مميزه على الحامض العادي، كيعطي واحد النكهه واعره للاكل. فوالا الكفته ها هي، القوام ديالها ندير فيها شويه الزيت هنايا، نديرو هاد القشر باش هاد التيفلون ما نقشروش بالحديد، حيت منين كتجرح المقلة كثر منها داك التيفلون كتولي كونسيغوز. اللهم نستعملو الخشب، اليوم جاني العطش رغم ان الجو بارد، لكن واحد الريح خطير، مع ذلك ما شربتش بزاف البارح السحور، جاني دابا العطش. بالنسبه للورقه غادي ندير انا هذه، الصراحه انا هذه ما عرفتش علاش كتعجبني، كنقدر نتحكم فيها كيما بغيت، ما نعرف كنا نشري اخرى، مي هذه كتجيني انا اسهل. اخوان اخوات ما تنساوناش من لايك ابوني، طلعوا لينا شويه القناه لان جالسه جنبك جنبك بلاصه في أمل فينا يا
الو دابا غادي نزيد هذا النعمه اللهم اني صائمه لا تخاف فوالا دابا غادي نحك شويه الفرماج انا خديت هذا لو بودا هذا موزاريلا باش نبقى ندير في البيتزا دونك قطعت نقطع الطريف نحكو فوالا بسم الله لا فرق غادي نكبها هنايا استفدت شويه حطيت لافارس هنايا وجيت هنا لهاد الورقه صافي كنحيدها هما وجدتهم هنايا غادي نخلي هادي من الاحسن تغطى الا بقات شي حاجه تغطى على البيت باش ما تتقصاش صافي وغادي نبدا فوالا كنجينا كنسرح لافارس هنايا بيان سور شويه ديال الكفته وشويه ديال كنهزو كنسقو بين الكفته وبين فيرميسيل باش كيجي داكشي بيان ريبارتي فوالا ملصقت حتى بحاجه غير جيت وكنحطها هكذا صافي سهلة مهلة غير لي ركزان وصافي لي معندوش الوقت فوالا بقات لي هادي هي الأخيرة لي بغا يدير باكيونس ديال فيرميسيل ماشي مشكل لي بغا يغلبها على باش تعمر ليه بزاف إذا كانوا بزاف الأفراد حنا دابا ثلاثة راه هادشي كافي جدا فوالا يوبي صافي أنا قلت دونك عطاتني شحال سبعة سبعة الله البركة بريوات لي سيكار بلوتو مدرتهمش في المقلة درتهم في الفران كيما قلت لكم قبيلة اللي بغا يديرهم في الفران اللي بغا يديرهم في المقلة فكرت مع راسي دابا رمضان وبنادم ياكلهم على معده فارغه اللهم يكونوا في الفران اصح من المقليين فوالا ها هما جاو زوينين هما تفرشت لهم الشليده ديال الخس قدمتهم في الطبيصيل المهم راه كيجيو زوينين قناة الأميرة بلقيس تشكركم ما تنساوناش من الدعم اللايك ابوني الى اللقاء